عشان بس كابتن سيد عبد الحفيظ معانا مره تانية على التليفون، مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد يا رب تكون سمعنا المره دي، صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا والد، انا سامعك كويس، سامعني. اهلا بيك وكل التوفيق يا رب. انا عارفه ان خلاص الطياره قربت، كمان كلها كام ساعه، يعني عايزين كده نطمن وعايزين نعرف من حضرتك الاستعدادات للعيبه البدنيه والنفسيه، يعني طمنا يا كابتن سيد. تحياتي ليك الاول وتحياتي لكريم وسوزبوس كمان، وان شاء الله الرحمن احنا مسافرين كمان 4 ساعات ان شاء الله الرحمن باذن يبقى رحله موفقه، ونقدر ان شاء الله الرحمن نرجع بنتيجه سعيده على مباراه العوده ان شاء الله. كل العناصر اللي موجوده او متاحه في الوقت الحالي هتبقى موجوده معانا، حتى كهربا هيبقى موجود معانا ان شاء الله الرحمن. يعني الشناوي وايمن اشرف الحمد لله، الحمد لله الامور كويسه جدا الى حد كبير، جدا كويسه. يمكن باستثناء الكهرباء اللي هنشوف حالته هناك، لكن الحمد لله الشناوي وايمن اشرف موجود معانا. رائع جدا، طمنتنا والله يا كابتن سيد، لان كان في برضو الناس مقلقه من بعض الغيابات وبالذات الشناوي، فده خبر كويس جدا. لا الحمد لله طبعا هو وخلق. على فكره الشناوي وايمن كانوا موجودين حتى من قبل مباراه بيراميدز بيوم، كان الشناوي كان موجود مع الفرقه الجماعيه، ايمن اشرف كمان كان موجود، لكن مكمن يفضل ان هو يريح ايمن اشرف، قال لك يعني بلاش اي ريسك ولو حتى 1%، يعني خصوصا ان البوزيشن ده تحديدا يعني احنا عندنا فيه كميه اصابات وعدد كبير من الاصابات. صحيح.